بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعتراف به. هكذا في نسخ الرسالة، والصواب ولا اعترافا به، لا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به، يعني معطوفة على المنصوب على قتل. الفاكهاني رويناه هكذا بغير تنوين، والصواب تنوينه، وهو كذلك في بعض النسخ أي منونا. والمعنى أن العاقلة لا تحمل دية جناية خطأ إن ثبت باعتراف الجاني، وتكون الدية في ماله وحده. كنا إن اعترف الجاني بالجناية ليس بالشهود فهو يتحمل المسؤولية ويدفع الدية في ماله ولا تشاركه عاقلته، وتكون الدية في ماله وحده. وإنما لم تحملها لاحتمال التواطؤ على أن الدية على العاقلة، تواطؤ بين من ومن، بين القاتل وولي المقتول، احتماله ولو كان ضعيفا لكنه احتمال، ولذلك سدا للذريعة تجعل الدية في ماله خاصة ولا يشاركه في ذلك عاقلته. قال الشيخ: وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر، وما كان دون الثلث ففي مال الجاني. هذه مسألة أخرى، هي قضية إذا كان مسألة جراح ويعني من باب الخطأ مش العمد، لأن العمد فيه القصاص. نعم، لكن إن كانت جراحا وكانت هذه الجراح خطأ فإن العاقلة تحمل ما قدر الثلث فأكثر. الثلث تحمله العاقلة، أقل من الثلث يحمله الجاني، أكثر من الثلث ما بأولى تحمل العاقلة، الثلث فأكثر. وما كان دون الثلث ففي مال الجاني. والمشهور أن المراد ثلث دية المجني عليه أو الجاني، هكذا عندكم بأو. والمشهور أن المراد ثلث دية المجني عليه أو الجاني. ثلث المجني عليه واضحة، يعني ننظر للمجني عليه قديش الدية متاعها، فإذا كانت الثلث فأكثر تحمله العاقلة، وإن كانت دون ذلك يتحمل ذلك الجاني. وحكاية أو الجاني، دية المجني عليه أو الجاني، لأن تارة يكون هناك خلاف بين الجاني والمجني عليه، زي دية المرأة والرجل، أحيانا يكون الجاني رجلا وأحيانا إذا المجني عليه امرأة، وتارة يكون العكس، الجاني امرأة والمجني عليه رجل. نعم، وفرق بينهما في الدية كما تعلمون، يعني إذ دية المرأة على نصف من دية الرجل. فإذا الثلث هذا ننظر له، هل ننظر للجاني ولا المجني عليه؟ الذي أعرفه هو أن المشهور هو المجني عليه،
مجني عليه هو الذي ينظر إليه. لكن تعبير الشارح بقضية أو الجاني كأنه يضعنا في موضع اختلاف، كأن البعض يقولون هكذا والبعض يقولون هكذا، أو ننظر قضية أيهما أكثر الجاني أو المجني عليه. ومع ذلك فيه إشكال، هذه حتى لو نظرنا الأكثر، لأن من حق العاقلة أن تنظر إلى الأكثر، ومن حق الجاني أن ينظر إلى الأقل حتى يدفع معه غيره ما يلزمه. ولذلك المسألة ليست واضحة، عبارة الشارح دية المجني عليه أو الجاني. وعلى قول مقابله، مقابل هذا القول، المراد ثلث دية المجني عليه دون الجاني. كويس، إذن فهمنا منها أن القول المقابل كأنه المقابل المشهور النظر فيه لدية المجني عليه. إذن يفهم منا الأول الذي هو المشهور ينظر لكلتا الديتين. كويس، دية الجانية ودية، لكن كيف طريقة النظر؟ يعني احنا قلنا تارة يكون الجاني والمجني عليه من صنف واحد، هذه ما فيهاش مشكل، لا فرق. إذا قتل رجل رجلا خطأ أو جرحه، يعني في ما فيه الدية ثلث الدية فأكثر، واضحة هذه، ما عندناش إشكال، ناخذ الثلث. فإذا نقص عن الثلث ففي ماله الجاني، وإذا زاد عن الثلث ففي مال العاقلة، والجاني أحدها، هذه قضية واضحة. فإن كان يعني الجاني والمجني عليه مختلفين، يعني القاتل رجل والمقتول يعني امرأة أو المجروح، نعم كويس، كأيهما ينظر إليه بالنسبة للثلث لما يكونان مختلفين؟ رجل، احنا عارفين أن الجراحة نفسها يعني الدية المرأة تساوي دية الرجل في الجراح إلى أن تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى عقلها، أي رجعت إلى ديتها. فهذه قلنا هذه المسألة اللي حاور فيها ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي، شيخه سعيد بن مسيب، وقال كم يعني دية الإصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل. قال ففي أصبعين؟ قال عشرون. قال ففي ثلاثة أصابع؟ قال ثلاثون. قال ففي أربع؟ قال عشرون. يعني في الثلاثة أصابع ثلاثون، وفي الأربع يعني في الأربع ثلاثون، أي نزلت إلى عقلها. واعترض العلماء، يعني اعترض ربيعة بن أبي عبد الرحمن على شيخه سيد المسيب، قال له يعني تعجب أنه إذا عظمت مصيبتها قل عقلها، أربعة يعني نقصت على ثلاثة. فسعيد بن المسيب سأله ذلك السؤال، أعراقي أنت؟ نعم، يعني تستخدم إيه العقل متاعك؟ نعم، قال لا، بل جاهل نعم متعلم، أو يعني عالم متثبت. فقال هي السنة يا ابن أخي، انتهت المسألة، لما تذكر السنة حاجة ما عادش تشغل العقل فيها. نعم، وإلا فكثير من الأمور تطرح على العقل فلا تجد لها جوابا، لكن المرجع فيه إلى الشرع. كويس، هنا قلنا إذا كان الجاني والمجني عليه كان مختلفين، يعني رجل وامرأة، أيهما ينظر إلى ديته؟ الآن العاقلة تسأل فينا، يعني هل الثلث الذي ننظر إليه هل هو ثلث الجاني أو المجني عليه؟ في حالة الاتفاق قلنا لا، يعني لا خلافة،
وفي حالة الاختلاف بين الجانب أيهما يؤخذ. كلام الشارع حين يقول والمشهور أن المرادة ثلث ديتي، أن المرادة ثلث ديتي المجنية عليه أو الجاني، وكان يعني كان خيرنا هو توا أو، لكن هي ما ينفع فيها التخير هذا، لابد من حكم في هذه المسألة. يعني ماذا فهمتم من العبارة هذه، عبارة أبي الحسن رحمه الله تعالى؟ شيخ ابن الطرم لكن التخير ما ينفعناش، فإن العاقلة تريد الأكثر، تريد الأقل عفوا، العاقلة تريد الأقل والجاني يريد الأكثر حتى يشاركه في الدية غيره. فإذا المسألة يعني ليست سهلة. نعم، في قضية النصف والكامل. شيخ مختار ماذا فهمته؟ ايه احنا اللي نفرض ان الجاني امرأة والمجني عليه رجل. مثلا الجرح هذا احيانا احنا عندنا بعض الجروح في هدية كاملة، في هدية كاملة كويس، كقطع اليدين مثلا كلتا اليدين في دية كاملة كويس، وهو خطأ بانجول الدية. العاقلة تقول يعني ننظر إلى الجاني المرأة فنجد يعني نجد الثلث أقل من ثلث الرجل. طبيعة الحال تقول احنا ما يلزمناش ايه، ما يلزمناش الدفع، بينما الجاني ينظر إلى مسألة دية الرجل فيراها كثيرة يلزم أن يشاركه فيها عاقلته. فالمسألة لا تستوي حيث المصلحة في الجاني والمجني عليه. وكلمة أو هنا يعني مشكل، ولذلك يبدو أن المسألة داير تحت خط من قديم، يعني كأني لم أظفر لها برأي فقهي، لكن يلزمنا أن نبحث عنها. نعم، فإذا على كل حال، وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كان الجاني امرأة فجاءت رجل، هذه فهمناها حتى احنا بدون ما نقرأ النص. نعم، وثمرة الخلاف هنا تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كان الجاني امرأة فجنت على رجل فقطعت له أصبعين فعقلهما 20 بعيرا وهو أكثر من ثلث دية المرأة وأقل من ثلث دية الرجل، فعلى الأول إلا لأن دية المرأة قديش من الإبل؟ 50، أيوة، والعشرون هذه أكثر، العشرون أكثر من ثلث ديتها. كويس، باهي، وأقل من ثلث دية الرجل لأن ثلث دية الرجل 33.5 من الإبل، فالعشرون أقل، فمن حق العاقلة أن تقول ادفع ديتك بنفسك ولا نشاركك فيها. نعم، فعقلهما 20 بعيرا وهو أكثر من ثلث دية المرأة وأقل من ثلث دية الرجل، فعلى الأول تحمله العاقلة وعلى الثاني لا تحمله العاقلة، هذه فهمناها. نعم، وإيش وحد العاقلة، أدخل في موضوع جديد، يعني تركها المسألة، هل قول عليها؟ هل قول عليها العدم؟ ما نظنش، تركها، تركها المسألة، ما أحسمهاش على كل حال، تركها.
بعد ذلك بدأ الشارح يتحدث عن موضوع آخر وهو قضية حد العاقلة. قال: وحد العاقلة الذين يحملون الدية 700 رجل ينتسبون إلى أب واحد، وسميت بذلك، يعني عصبة يقصد، وسميت بذلك لأنهم يعقلون أي يتحملون عنه. ويشترط فيها حكاية العاقلة هذه في أفرادها يشترط فيها شروطا سيذكرها، لكن نرجع إلى موضوع 700 يحملون الدية، وحد العاقلة الذين يحملون الدية 700 رجل. حدهم يعني كيف؟ أكثر شيء. أكثر شيء. إيش هي؟ أكثر شيء. إيه هذه اللي نحكي لك عليها أنا. هل هو أكثر شيء ولا أقل شيء؟ لا شك أن أكثر شيء هذه المقصود هنا. لأن أقل شيء، لنفرض واحد ما عندهش العصبة 4 ولا 5 ولا 10 ولا كذا. عاقلة هذه؟ التحديد بال 700 كيف؟ مانيش عارف. إيه صحيح. لعل هالمسألة تتصل بقضية استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة في لغة العرب، يعني قضية الكثرة. كثرة مقصود بها العدد هذا وإنما الكثرة. أنا أظن ما إنش عارف. على كل حال، وتحديدها بالعاقل من هم كيف تحدد؟ بمن يرث ولا كيف تحدد؟ ومن لا لا مش من يرث، لا لا لا، من يتصل بالجاني عن طريق أبيه. لكن تأتينا هي بعدها بتفرع لقضية الأعمام وأبناء العمومة صورة عامة. نعم، ما لا حصر له. لا الجد، الجد وين بتلقاه هو؟ ولتقصد أنت أيضا الجد يعتبر كأصل. نعم كأصل، وبعدين بيبدأ أبناء. نعم نعم نعم، لكن على الترتيب اللي نعرفه معروف، يعني الأقرب فالأقرب. لكن كلهم هدوم في قضية الدية يعني يجتمعون، وكأنهم لما يكثر، لما يقل عددهم توزع الدية على الموجودين منهم، وإذا كثر عددهم يكتفى منهم بسبعمائة. هذا الظاهر. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. ويشترط فيها أي في صاحبها الحرية والذكورة والذكورية والبلوغ، ويستعملهم الفقهاء في قضية الذكورية. نعم، والذكورية والبلوغ والعقل واليسار. إذن اللي ما عندهش ما فلوس هذا شو بتاخذ منها انت؟ ما عندك ما تاخذ منها. نعم. بالتالي بدأ يتحدث عن قضية يعني إذا تفاوت مستواهم المادي، مستواهم المالي، كيف يتعامل معهم. فقال: ويؤخذ من الغني بقدره وممن دونه بقدره، وهكذا إلى أن يصل إلى الفقراء، لكن مش معنى المعدمين. فالمسألة تحتاج إلى كأنها عملية حسابية. نعم، يعني كأنه يقول: لا يستوي أفراد العاقلة في دفعها، بل ينظر إلى يسرهم وإلى عسرهم. القدر. نعم، اجتهادية. نعم، اجتهادية. نعم. ثم شرع يبين أن العمد الذي لا قصاص فيه هل تحمل العاقلة الدية أم لا؟ هذا نعم. هو تكلم عن عصبة، لكن يجي في الحاشية يتكلم عن أهل الديوان. أهل الديوان هي قصة حدثت بعد ذلك. يعني مسألة هو زي الآن، هذه الآن وحتى من قبل قضية العصبة، يعني من صعب حصرهم أو حصر عدد كبير منهم حتى تتوزع. فلعل عمر بن الخطاب أول ما اخترع ذلك، فهكذا اللي في ذهني
فجعل العصبة فجعل الدية على العاقل الذي هم أهل الديوان. وأهل الديوان كانت هكذا هي سجلات مقدمون على العصبة. آه؟ مقدمون على العصبة ما نش عارف، لأن الأصل فيها العصبة، هذا العصبة الأصل فيها العصبة لا أهل الديوان، ولكن العصبة أصبحت قضية صعبة وبالتالي استعمل أهل الديوان. واللي قابلها الآن في زمننا هذا النقابات والوظائف، يعني نقابة المعلمين، نقابة الشرطة، نقابة القضاة، نقابة كذا، يعني كأنهم يسجلون في إيه؟ في سجل واحد. وكأنها نوع من التكافل أو التضامن أو شيء من هالقبيل حتى تتوزع الخسارة على عدد أكبر. ثم شرع يبين أن العمد الذي لا قصاص فيه، لأن مرت بنا إحنا المقاتل لا يقتص من صاحبها حتى لو كان عمدا، لأنه هو الحال أن هذا المقتل أصيب ولكن صاحبه لم يمت، فإحنا ما نقدرش أن يعني نقتص من هذا الذي جنى على هذه على هذا المقتل لعلنا نتسبب فيه في وفاته، تصبح بدل من عضو أصبح نفس، ولذلك هذه الأمور لا يقتص منها. ما انتهينا بعدنا ما يقتصوش منها، شنو يخلفها؟ ماذا؟ الدية. ما يمشيش هدر هكذا عضو الإنسان وخلاص. الآن قضية الدية هذه هل تحملها العاقلة أو لا تحملها، بل يحملها الجاني في ماله؟ هذا السؤال اللي طرحه هو. ثم شرع يبين أن العمد الذي لا قصاص فيه هل تحمل العاقلة الدية فيه أم لا، فقال: وأما المامومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة، وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة، لأنهما لا يقاد من عمدهما. قال للشارح: والأول هو المشهور. شنو الأول؟ هو على العاقلة الأول، أنا قال فقال مالك ذلك على العاقلة، والقول الثاني للإمام أن ذلك في مال الجاني، قال والأول هو المشهور أي تتحمل العاقلة. وهو والجاني هو يعني فعل ذلك عمدا ومع ذلك تحملت العاقلة، لأن لا تدخل هنا يا محي الدين، والعاقلة يعني كأنهم لا يريدون إضراره بدفع مبلغ كبير، فكأن إذن نظرة الشارع، وهذه مهمة جدا ولذلك نعيدها. الشارع في قضية الديات كان النظر عنده في مسألة المسؤولية الجماعية، العضو لا يذهب هدرا والجاني لا يتحمل مبلغا كبيرا، كأنهم الآن نظروا إلى هذه المسألة وما شابهها نظرة الخطأ، العمد الذي لا يعني العمد الذي لا قصاص فيه، لأن الاقتصاص فيه أحيانا يذهب بالنفس، عومل معاملة الخطأ. فهذا وجهة نظر القول الأول للإمام مالك، قال ذلك على العاقلة. وإذا امتنع العاقل يؤخذ منهم بالسيف، يؤخذ منهم، هو هذا حكم قضائي، أي بالسيف يؤخذ منهم. وإذا لم يعطوا أتموا عليهم الإثم إذا لم يمتنعوا، هذيك تتبع قضية الذي وجب عليه مال ولم يدفعه وهو موسر، أي مسألة أخرى. وقال أيضا القول الثاني إن ذلك في ماله، لكن هذا القول قيده بقيد آخر: إلا أن يكون عديما، ترجع المسألة إلى القول الأول بطبيعة الحال، إذا كان هو ما عنداش شيء الجاني
تحولوا قضية العاقلة، قلنا لئلا يقع هذا العضو هذرا. قال الشيخ: وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه. وكذلك هو لأن اللي جابهن الآن مسألة المامومة ومسألة الجائفة، نعم. والآن تحدث عن قضية الجراحات الأخرى التي تبلغ ثلث الدية ولكن لا يقاد منها لأنها تؤدي إلى إهلاك النفس، فهذه هل هي من هذا القبيل، أي فيها الخلاف المذكور، أو عند الإمام قول واحد؟ قال الشيخ: وكذلك، ومعنى ذلك أن لها نفس الحكم الذي ذكره قبل قليل. وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه، ففيه الخلاف المذكور. قال: لأنه متلف. كأن هذه قضية، كأنه يعلل لقضية عدم القود، عدم القود، عدم القصاص. فقال: لأنه متلف. لأنه متلف. لا لا لا، متلف هو هذه المتلفات، نعم. هو المتلف هو يسبب الإتلاف. لأنه متلف، أي لا يقاد منه لخوف تلف النفس، لخوف تلف النفس. قال الشارح: تنبيه، في كلامه نظر، في كلامه نظر، لأنه ليس في الجراح ما يكون عقله مقدرا بالثلث إلا المأمومة والجائفة. معناها كلامه قام زايد، يعني فيش فائدة فقهية إذا كان بقية الجراحات ليس فيها ما يساوي الثلث، معنى ذلك أن المسألة عبارة عن يعني نوع من التكرار أو التأكيد لما ذكره سابقا. لأنه ليس في الجراح ما يكون عقله مقدرا بالثلث إلا المامومة والجائفة، قاله ابن عمر، فعلى هذا يكون في كلامه تكرار. هنا في العد عند العدوي دوي كلام مهم لعله: ولا يلزم من وجد من العاقلة دون العدد المعتبر حمل جميع الدية ولو قدروا عليها. إذن هو درنا قضية 700، لا هو ذكرها بكري 700. فإذا وجد من العصبة أكثر من 700 فهل تقسم الدية على الجميع ما فيه العدد الزائد؟ قال: لا، ولا يلزم من وجد من العاقلة دون العدد المعتبر حمل جميع الدية ولو قدروا عليها. وهذا حد للعاقلة مطلقا، إلا أن قوله ينسبون إلى أب واحد ظاهر في العاقلة الذين هم العصبة، صحيح، فقط. فإذا كمل العدد المذكور من إخوة الجاني فليكن الأب المنسوب له أبا للجاني، وإذا كمل من الإخوة والأعمام فليكن الأب المنسوب له يعني جدا، وهكذا، نعم. لكن يعني يفهم منا أن 700 لها اعتبار يقف عندها العدد، أي فهي حد للكثرة، نعم. فهمتك يا قلت قبلها قال بال 700 في حتى يقول انا 1000 في 700 حتى العام، بعض الناس يقول 1000 هو العدم جايبها، ايوه قبل كلام هذا بالضبط. اي صحيح. قال: فعلى الاول لو وجد اقل من 700 ولو كان فيهم كفايه كمل من غيرهم، وعلى الثاني لو وجد اقل من الزائد على 1000 كمل حتى يبلغ ذلك،
فيحملون ما نابهم بتقدير كونهم العدد المعتبر والجاني كواحد منهم. وحمل بيت المال مثلا ما بقي الوجدين، حل الإشكال ببيت المال هو. إذن يعني العدد الذي يوجد من هذه العاقلة سواء قلنا العصبة أو من أهل الديوان، البقية الباقية لا يسكت عنه بل تدفعه الدولة، تدفعه من بيت المال. ولذلك يذكرون في الكتب التي اعتنت ببيت المال ويعني مصادره ونفقاته، يذكرون قضية تكملة الدية، ويذكرون قضية الميراث الذي ليس له وارث، الميراث الذي ليس تركه التي ليست لها وارث، أو الورثة لا 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 يضمونها جميعا، كمن ترك بنتا مثلا فقط أو ترك بنتين فقط أو أختين فقط، يأخذن الثلثين، والثلث يضم إليه إلى بيت المال على رأي الإمام مالك رحمه الله وكذلك الشافعي. والخلاف فقط بينهما في مسألة هل يشترط في بيت المال الانتظام، هل يشترط الانتظام أو لا يشترط ذلك. والانتظام فسره الفقهاء بأنه أن يوضع مال بيت المال في ما شرع له، مش يأخذ رئيس الدولة أو من يلوذ به. قال الشيخ: ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ، هذه مسألة أخرى، من قتل نفسه فلا يعقل، لأن مش بيدروا له بعد قتل نفسه، نعم يدبر رأسه خلاص. ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ وهو هدر لا شيء فيه، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ. نعم، إذا قتل واحد آخر، وأما الذي قتل نفسه لا يسمى قاتلا للمؤمنين. ومن قتل مؤمنا خطأ، نال الآية، فأوجب الدية على من قتل غيره، فدل على أنها لا تجب بقتل الإنسان نفسه. هذه واضحة ما فيها إشكال. قال الشيخ: وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديته أو إلى ثلث دية الرجل. وأنا مش عارف يعني ليش عاود الرجل هنا. وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل، أو خايف هو من عود الضمير على غير الرجل، فأخذ الاحتياط وذكر الرجل حيث لا مجال إذن للتأويل. ولا تعقل العاقلة من قتل عفوا، وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها، كما ذكرنا في قصة ربيعة وسعيد. قال الشارح: وتعاقل أي تساوي المرأة الرجل من أهل دينها، نعم، إلى ثلث دية الرجل من أهل دينها، يريد ولا تستكمل الثلث، لقوله: فإذا بلغتها، صوابه بلغته أي الثلث. ولعل لها وجه حكاية الهاء المؤنثة، يعني قضية المرجع فيها إلى الدية، نعم. فإذا بلغتها صوابه بلغته، لأن ثلث مذكر، لكنه أنثى باعتبار اكتساب التأنيث من المضاف إليه اللي هي الدية، نعم. قال: رجعت إلى عقلها أي ردت إلى عقلها أي إلى قياس ديتها. ومثال ذلك أن يقطع للمرأة المسلمة 3 أصابع ففيها 30 بعيرة، قد ذكرنا ذلك الماضي، لمساواتها للرجل فيما يقصر عن ثلث ديته، لأن ثلث الدية متاعها 33
وثلث البعير. وإذا قطع على أو قطع لها أربعة أصابع ففيها 20 بعيرا نقصت، نعم، لأنها لو ساوته للزم أن يجب لها 40، وذلك أكثر من ثلث ديته، فلذلك رجعت إلى نصف الواجب للرجل وهو 20. وعلى هذا إجماع أهل المدينة والفقهاء السبعة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال الشيخ: والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به. كويس. قال: النفر عند أهل اللغة من 3 إلى 10، وعند الفقهاء الجماعة، وهذا المقصود هنا وليس المقصود العدد. نعم، الجماعة قلوا أو كثروا. يقتلون رجلا، مش شرط رجلا طبيعة الحال، حتى امرأة. اي نعم، يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به جميعا، سواء باشروا القتل كلهم أو بعضهم، والباقون حاضرون بشروط، حاضرون بشروط إن ثبت قتلهم ببينة أو إقرار، وأن يكون القتل عمدا، وأن يكونوا مجتمعين على قتله، وأن تتكافأ الدماء، وأن يكونوا ممن يقتص منهم. نعم، إذن هذه هي شروط قتل الجماعة، قتل الجماعة بواحد. المباشرة والمشاركة. ها؟ لا، ليس بالضرورة المباشرة، يكون حاضرون. قال قتل ما بشرش اي شيء. لا، شو جايين بيديروا هما؟ هو بعد جماعه منهم قتلوا، وجماعه محيطين بهم، مرات القتل لا يستدعي الا شخصا واحدا، لكنهم كلهم مجتمعون لقتله، واللي اطلق النار شخص واحد. الامام مالك قلت لكم ذلك من قبل، متوسع في المسألة هذه توسع كبير، حتى إنه يجعل القصاص على الربيئة، لكن ليحرس المكان، هذا ما باشرش بتاتا ولا قرب حتى منهم ولا حضر حتى القتل نفسه، فإنه يقتل يقتص منه. نعم، والجماعة اللي المهم في قضية أنهم هدم مش واحد مار مرور الكرام، لكن كلهم جايين لهذا الغرض. قتلهم قتل الرجل. ايوه، هو ذاك. واستدل الإمام مالك بقضية قصة اليمن هذيك متاع صنعاء، قول عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم، هي المسألة هذيك في امرأة اشتركت مع البعض. ممن يقتص منه. ايه، شروط اللي هي ما سمعتكش يعني والله. ممن يقتص منه. ايه، ما هو احيانا البعض منهم مثلا دون البلوغ، هذا يقتص منه، والله واحد مجنون واقف معاهم حتى لو شد معاهم لا يقتص منه، بل المجنون ومن دون البلوغ عند المالكية يعتبر قتلهم العمد خطأ. تكافى الدماء. نعم، المسلم والكافر. نعم، بين العبد والحر كذلك. والباقون حاضرون بشروط، إيش هي؟ إن ثبت قتلهم ببينة، مش بقسامة، باهي
أو إقرار أو إقرار، وأن يكون القتل عمدا فيظهر من ذلك قتل الخطأ. وأن يكونوا مجتمعين على قتله، وقلنا هذا يعني بس يخرج اللي ما عنداش دخل في قضية القتل. نعم، مرات انت واحد ادخل المجموعة بحز مثلا أو يمنحهم من القتل فيحسب من الحاضرين كذلك، لكن هل يقتل هذا؟ لا. لو جاء حتى جاء يضرب مثلا مش بيقتل. لو أنه جاء يضرب بس مش بيقتل، هو يضرب هذا بيقتل؟ لا الضرب مش قتل. تو نضرب عليه بيقتل، هو صار القتل، صار القتل، لكن هو جاي بنية الضرب. شخص مثلا لما جيت يضربون بل كلهم بعدها يطلعوا يقولوا احنا رانا ناويين ضربه مش قتله. هذه بعد ما تثبت بالادله يثبت ان هذا الرجل ما جاء الا ليضرب فقط. ايه يخرج تاديب بالبينه ما ولي شيء حتى العم يعني. اذا كان ثبت هذا وما عنداش دخل في القتل ما يقتلش بطبيعه هذه، يعذر يعذر لا يترك هكذا. نعم، لذلك قال اذا ثبت قتل ببينه. نعم، قلت القسامة تخرج هذيك القتل نفسه ببينة، لأن القاتلين ما تقدرش أنت يعني تتبين منه اللي قتله بالضبط أحيانا، مش هذه نحتاج فيها إلى بينة، لكن نحتاج إلى أنه قتل ببينة. ما 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 بيجوا ناس وقالوا والله مريض والله غيره مسألة أخرى، ولا لقوا حاجات تدل على القتل وكذا وليس يقينية اللي سميناها ايش احنا قضية لما نقول واحد قريب من المكان متاع القتل والله غيره لوث يعني القسامة ما تقتلش عن القسامة ما تجيش معنا في المسألة، ولأن مر بنا القسامة ولا يقتل بها إلا واحد، مر بنا هذا حتى إن استشكلنا كيف يختار هذا الواحد، وقلنا ما فيش أنسب حاجة إلا قضية الاقتراع القرعة. قال الشيخ والسكران إن قتل قتل، والسكران أي بمحرم عالما بتحريمه قاصدا شربه. هذه مسألة مهمة. نعم، أولا يكون سكران، ثاني حاجة سكران بمحرم، هذه باش يطلع منها قضية ما سكر بحلال، هذه يتحدث عنه الفقهاء. ثم بعد ذلك لا يكفي ذلك، وإنما لابد من اشتراط أن يكون عالما بتحريمه، وأن هذا يعني إحرام اللي بيشربه، ثم يقصد شربه. أحيانا يعرف أن هذا خمر ولكنه يعني لما رفع الإناء مثلا يحسبه زيتا مثلا والسمنا أو شيء من هالقبيل، هذا مش قاصد شرب الخمر، قاصد شرب حاجة أخرى. محرم عالما بحرمته، يعني لو أنه هو يعني هل يعذب بجهله لو أنه خمر؟ لو شخص يشرب خمر وقال ما أعرفش أن الخمر حرام. لا لا لا، هذه ما تنفعش. إيه لا، ليس هذا المقصود. والسكران بمحرم عالما بحرمته قاصدا شربه إن قتل قتل، ظاهره طافحا كان أو نشوانا، لأنه أدخل السكر على نفسه فلا يعذر مطلقا نشوانا أو طافحا، وهذا هو الراجح. وقال ابن عمر يريد النشوان، أي الشيخ يريد، قال ابن عمر الشيخ يريد، وقال ابن عمر يريد النشوان الذي معه شيء من عقله، وأما الطافح الذي لا يميز فجنايته على العاقل دارا من باب الخطأ. حكى بعضهم الإجماع على هذا، وحكى الخلاف في النشوان أيضا، انتهى عفوا، وحكى الخلاف، لكن الراجح في المذهب هو قوله فلا يعذر
مطلقا نسوانا أو طافحا، هذا هو المعتبر في المذهب. ها؟ انظر المسألة تحس أن الطافح يكون قتل خطأ أقرب من أنه قتل عمد. الله، هذا أكبر من العمد الطافح. الله. قال الشيخ: وإن قتل مجنون رجلا فالدية على عاقلته. قلنا عليهم من بكري قضية المجنون والصبي لدون البلوغ، عمدهما خطأ. وإن قتل مجنون أي مطبق لا يفيق من جنونه، أما إذا كان يفيق تارة ويجن أخرى وقتله في حال إفاقته فإنه يقتص منه. فالدية على قلنا إيه، وإن قتل مجنون مطبق لا يفيق من جنونه رجلا فالدية على عاقلته إذا بلغت الثلث كما سيأتي. وكذا إن كان يفيق أحيانا وقتل في حال جنونه، أما إذا قتل في حال إفاقته ثم جن انتظر حتى يفيق فيقتل لأنه مخاطب حال إفاقته بلا إشكال. قال الشيخ: وعمد الصبي كالخطأ وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا في ماله. وعمد الصبي كالخطأ في نفي القصاص ظاهره كالمدونة، أي ظاهر كلام الرسالة ككلام مالك في المدونة، مميزا كان أو غيره، لأن احنا اللي دون البلوغ عندنا أشكال مميز وغير مميز. نعم، المهم في قضية البلوغ. وذلك أي ما جناه في العمد والخطأ تجب ديته على عاقلته، يعني العمد متاعه وخطأ سواء، فيه الدية وهذه الدية تتحملها العاقلة وهو كفرد منهم، أي في ماله جزء هذا. إن كان ما جناه، أي ما جناه في العمد قلنا، وذلك أي ما جناه في العمد والخطأ تجب ديته على عاقلته إن كان ما جناه تبلغ ديته ثلث الدية فأكثر، وإلا أي وإن لم تبلغ ثلث الدية فدية ما جناه في ماله، أي مال الصبي إن كان له مال. وإلا أتبع به دينا في ذمته. طبيعة الحال نعم، زي بقية الناس كل حاجة واحد تلزمه في 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 من حيث المال وليس عنده ما يفي بها أو ليس عنده ما يكملها فإنه إيه تتحول بدمته. نعم، بسرعة عامة هذه. قال الشيخ: وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها. نعم، وتقتل المرأة بالرجل اتفاقا ويقتل الرجل بها عند الجمهور، وهذا المعتمد في المذهب. نعم، أي نعم، واضح هذا، لأن عند الجمهور يعني يقتل الرجل بها بالمرأة، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهي ناسخة لقوله تعالى: الحر بالحر الآية. يعني أنا حتى يقتل حتى العبد، الحر بالعبد، حتى لو هذا كلامه أن الآية ناسخة حتى الحرية مع الشرط. لا، ولكن المذهب ليس على ذلك، فالمسألة هي هذه، يعني الخلاف فيها كبير، لكن هذا هو المشهور، أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، والعبد العبد يقتل
بالحر نعم إلا إن عفا أولياء الدم وأخذوه ففي رقبته، والحر لا يقتل بالعبد، وهي مسألة نعم مسألة اتفاق باستثناء قول فيما أظن لأبي حنيفة إنه يرى القتل. نسخ قضية أن الحر لا يقتل إلا بالحر والعبد لا يقتل إلا بالعبد. نعم. مسلم الكافر. ها؟ نفس دواب. إيه. مسلم الكافر. المسلم لا يقتل بالكافر ويقتل الكافر بالمسلم. مخصص يعني الآية. إيه هذا باش نكرر النسخ هو نعم. والمسألة تتصل بالنسخ، هل حديث الآحاد ينسخ الآيات القرآنية أو لا؟ الخلاف معروف عندهم، ونقف عند هذا الحد عند قول المصنف ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح، أي الرجل والمرأة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء